الله يسهل. كيقول في 94 الخوت هذا راه يستاهل واقيلا والله تيستاهل 94 94 عطاوك شي حاجه؟ 76 هذا ما كيشريش هذا هذا تبارك الله سير طوبيس هو اخر فعلا تبارك الله. الثلاثه شحال دايرين هاد الزوج؟ شحال دايرين؟ تقول مشى حتى تنقول انا خذ درهم مزيانه خذ درهم ماشي ديال درهم انا قلت لي قول انا قلت قول انت راه درهم 100000 درهم ابا وخو حسن السلام عليكم باقي كي داير؟ انت باقي ياسر باقي حي تجي لك انت زيد تبارك الله نهضر شحال شحال داير هاد الزويجات؟ انا ولدي توا بهاد المهنة فاش؟ ولدي توا او مزيان مزيان الله يسهل ما جبتيش معاك اليوم؟ لا لا توا خدام كيدور؟ مولاي بشعيب مولاي بشعيب مزيان؟ الزويجه شحال هما؟ 47 وما بغيت انا بهم حتى ديال راس مالهم اه غليتي فيهم هما غليتي فيهم انت غليتي انت انت اللي غليت انت اللي تحولوا شي بالعربي تحولوا 47 وحده هذه ناس ما خرفان هذه حواله حواله خرفان ولا حوليات؟ لا خرفان قال لي انا بخرفان ولا انا اللي عارف هاد العيب هو اللي فيهم خصو نورمالمون يكونوا الفرداس في الايد راه يقلبوا عليه يبغيو يديو نشوفوا الثلاثة شحال دايرين اخو بقاو معايا الثلاثة زوينين شحال دايرين؟ 41 راس على راس ياك 41 الخوت زوينين تبارك الله واحد 1500 والعام الجاي يديروا 4000 ياك من هنا للعام الجاي ان شاء الله اربعة كتمنى اكثر خاصهم واحد 10 درهم في النهار ياك واو ولهيه ولهيه 10 15 تبارك الله 10 15 باش يعيشوا اما باش يعلفوا خاصهم 20 ها كنبارطاجي مع بنادم هذا الشيء باش باش من العام الجاي وتقول لي 4000 يوعق عارف يدير لها 1000 فرانك في النهار ديروا هنا 6 شهور هي شحال عندك 90 180 فرانك 180 فرانك عاد ها هي 36 36 عاد زيد الحول شحال غيتبقى الله يسهل عليك اللهم امين ودير المري زوينين شحال هذا هاد زوينين اخويا كنقولوا فيهم 86 بجوج اه بجوج من هنا للعام الجاي بشحال يتقاموا؟ راه من هنا للعام الجاي هادو راه خاصهم واحد 1000 درهم الواحد كثار وكثار كاع شحال دير لهم 100 درهم ولا 10 درهم في النهار؟ حتى 100 درهم ما دير معاهم والو 10 درهم 10 درهم وما دايره والو ويلي وكتقول خاصهم 1000 درهم شاي انت عارف انت عارف 10 درهم في النهار شحال خاصهم؟ 10 درهم في النهار 2000 درهم 2000 درهم الواحد في العام الواحد ايوا راه بحال هكا وصرف كاع باش يحسب الواحد هذه راه 10 دراهم الا درنا 15 درهم غتولي 3000 درهم مع 1000 هذه درت انا معاك معينه قلت لك 1000 درهم العام قول لنا دابا الثمن ديالو شحال داير الثمن ديالو بحال هذا الا بغيت نبيعو غنبيعو ب 40 غتبيعو ب 40 عطاوك شي حاجه دابا عطاوني شحال عطاوك؟ عطاونا في 38 38 وزيد عليها واحد 38 ديال العلف هي 76 مكسام ما يدي والو مكسام اش بغا يدي تمارة هاي يدي العادة بزاف راه كاين شي الاغلى واش الاغلى شي الاغلى اللي يسعفني يمشي يجمد يمشي يجمد اي يمشي يجمد يخلي القضية ترخص الله يسهل عليك الله يسهل 16000 بحال هذا تبارك الله جوج شهر ها هو كيقول 8 كيقول 40 احسن حواله كاينين اليوم في الصف تبارك الله شوف 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 خير اجي تشوفوا الحوله اليوم اش داير في السوق الخوت
مرحبا بكم، متصل بالدعم ديالكم، خليكم معايا، مرحبا بكم في القناة ديال بكاري، خليكم معايا، عوراتكم السوق اليوم الثلاث ديال صديق النور، أش داير في التابع، خليكم معايا. الله يسهل. كيقول فيه 94 الخوت هذا راه يستاهل واقيلا، والله تيستاهل 94. 94 عطاوك شي حاجة؟ 76. 76 هذا ما كيشريش هذا.